أهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من تحت الضوء. لماذا تستمر الإعدامات في العراق ضد مواطنين عراقيين بتهمة الإرهاب لا سيما في سجن الناصرية جنوبي البلاد؟ مراقبون حذروا من أن الكثير ممن نفذ بهم حكم الإعدام أو سينفذ انتزعت منهم اعترافات تحت التعذيب ولم يحظوا بمحاكمة عادلة ونزيهة ولا تكاد محاكمتهم تستغرق دقائق معدودة. لماذا كلما صرح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بشأن إعدام المتهمين بتهمة الإرهاب يتبعه مباشرة إعدامات أو تنفيذ هذه الإعدامات بالعشرات شنقا حتى الموت؟ ما يثير علامات استفهام كثيرة حول نزاهة القضاء العراقي. في تصريح سابق لرئيس مركز بغداد لحقوق الإنسان مهند العساوي قال إن السلطات العراقية رفعت من وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام أو الإدانة بها في ظل هذه القوانين التي تفتقر إلى الشفافية وهذه الأحكام المنفذة ويغلب عليها طابع الانتقام. وأضاف العساوي أيضا أنه يجب إيقاف تنفيذ عمليات الإعدام لأنها تصدر عن محاكمات موجزة وبعضها جائر ما أدى إلى إزهاق أرواح أبرياء. في هذه الحلقة نسلط الضوء مشاهدينا الكرام على استمرار عمليات الإعدامات الممنهجة على هذا النحو، وخاصة الأخيرة وأيضا التي لا سيما تدان من زمن، يعني منظمات حقوق الإنسان، منظمة العفو الدولية، المنظمات الدولية دائما ما تصدر هذه التقارير وتحذر وتقلق بشأن هذه الإعدامات، إلا أنها سائرة ولا تتوقف. إذا نبحث في توصيفها القانوني وحيثياتها وتداعياتها على المشهد العراقي، ويسرني أن أرحب بضيفي في الاستوديو الأستاذ حسين سبعاوي الكاتب والمحلل السياسي العراقي. أستاذ حسين مرحبا بك ضيفي في الاستوديو. أهلا وسهلا. وعبر سكايب من عمان الأستاذة إيناس زايد المستشارة القانونية في المركز الأورو المتوسطي لحقوق الإنسان. أستاذة إيناس مرحبا بك. مساء الخير، مرحبا بك دكتور سمير ولك ولجميع المشاهدين. أهلا بك. إذا مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونبدأ الحوار، كونوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام. نسلط الضوء في هذه الحلقة على عمليات الإعدام الأخيرة في العراق وتوصيفها القانوني وكذلك أسبابها وتداعياتها ولماذا لم تتوقف، وأيضا تداعياتها على المشهد العراقي وأثرها على المجتمع العراقي. أبدأ معك أستاذ حسين السبعاوي الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ حسين، يعني هذه الإعدامات الأخيرة كيف تقرأها؟ يعني بداية أنا يعني لست في محل الدفاع عن أي مجرم ولا محل الدفاع عن تنظيم داعش الإرهابي، ولكننا مع محاكمات عادلة وشفافة ينال فيها المتهم جميع حقوقه من المحاماة والدفاع إلى عدم نزع الاعترافات بالقوة إلى حقوقه الإنسانية. هذه حقيقة منذ 2003 وإلى الآن لاحظنا أنها مغيبة. إضافة لذلك أنه موضوع المادة 4 الإرهاب في العراق نحن مع تطبيقها على جميع مكونات الشعب العراقي وليس على مكون واحد ومشيطن، ولا يمكن استخدامها بأسلوب سياسي ولتسقيط سياسي ولاستهداف سياسي أو لاستهداف مكون. الذي يحدث والذي نراه ومن خلال أيضا متابعتنا المنظمات الدولية الذي تتابع تنفيذ أحكام الإعدام في العراق يدرك جميعا ويدرك حتى العراقيين عموما أنه هناك مكونا واحدا بذاته مستهدف في هذه المادة وفي هذه الأحكام وفي هذه الإعدامات. لهذا لا يمكن، هذه تعتبر تعامل بطابع سياسي وبطابع إقصائي وليس بطابع. إذا هنا مغيب الحالة القانونية والقضائية في تطبيق المادة 4 إرهاب في العراق. ولهذا السبب أنه عندما نتكلم عن تطبيق المادة الإرهاب وعن عندما نتكلم عن حالة الإعدام لا يمكن أن تستثني مكونا وتستهدف مكون آخر، وهذا الذي نراه اليوم. أكثر مئات الآلاف من المعتقلين هم مكون واحد من لون واحد، في حين لا يوجد ولا فردا واحدا من المكونات الأخرى. كيف هذه ليست مادة قانونية أصبحت وليست مادة قضائية، بل هذه مادة سياسية لإقصاء مكون مكونات المجتمع العراقي. وهذه بدأت تعمم، يعني حتى اليوم عندما نجد بعض المجرمين من المكونات الأخرى لا يعامل معهم على أنها مادة عملية إرهابية أو حدث إرهابي، إما أن يكون خارج عن القانون أو قضية جنائية مدنية وإلى آخره. هذا حقيقة نحن مع
التعامل مع جميع المواطنين وحفاظ حياة المواطنين من الإرهاب، ولكن ليس بهذه الازدواجية. ما يحصل هو حالة ازدواجية غريبة جدا تستهدف مكون وتستثني الآخرين من الإرهاب. نعم. إذن هناك مكون واحد مستهدف، وأيضا يعني هذه المادة القانونية مثل ما وصفها الأستاذ حسين سبعة، وهي مادة سياسية وليست قانونية، هي أقرب إلى سياسية، لإقصاء مكون رئيس من مكونات الشعب العراقي. هذه الحالة، هذه تنفيذ الإعدام بحق هؤلاء في سجن الناصرية وما يسمى بسجن الحوت سابقا، ما توصيفك القانوني أستاذة إيناس زايد المستشارة في المركز الأورو متوسطي لحقوق الإنسان، بعد الترحيب بك مرة أخرى؟ نعم، يعني مرحبا بكم. موقف القانون الدولي واضح من جريمة أو يعني من عقوبة الإعدام. القانون الدولي حظر الإعدام كعقوبة وكجزاء مترتب على أي فعل كان، ولكن عند الحديث عن الإعدامات التي تتم في العراق، والملف الإعدامات هو ملف قديم جديد، لأنه منذ عام 2015 والقرارات الإعدام بحق الأشخاص المدنيين تتوالى وتنفذ أيضا على فترات وعلى مراحل، ويعني كلما ارتأت الإرادة السياسية ذلك. فعليا مرحلة أو عقوبة الإعدام هي آخر انتهاك يقع على هؤلاء الأشخاص، لأن الانتهاكات بحقهم كانت مركبة، فبدءا من التحفظ عليهم، فعل التحفظ على هؤلاء المدنيين دون الإفصاح عن أماكن تواجدهم طوال فترة احتجازهم، هذا الأمر يشكل جريمة اختفاء قصري وفقا للاتفاقية الدولية الخاصة بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القصري، وصولا إلى أيضا بعد احتجازهم تعريضهم للتعذيب. وهناك يعني ما قمنا برصده كمرصد أورو متوسطي من حالات تعذيب لمدنيين طوال فترة اختفائهم، وما زالت يعني هناك يعني كانت آثار تعذيب على أجسادهم، الأمر أيضا الذي يشكل جرم التعذيب والذي هو محظور وفقا لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية والمهينة لعام 1984. أيضا هناك انتفاء لضمانات المحاكمة العادلة اتجاه هؤلاء المدنيين، هؤلاء المدنيون تم حكمهم بالإعدام دون وجود أي ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة، مثل حقهم بالتزام الصمت أو عدم الإدلاء بأي أقوال إلا بوجود محامٍ. هذا الأمر يعتبر قرينة على أن الاعترافات التي تم أخذها كانت تحت التعذيب وكانت من خلال إجبارهم على الإدلاء بأقوال خلافاً للحقيقة، الأمر الذي تبطل معه كافة الأدلة والإجراءات التي جمعت والتي كانت سبباً أيضاً في حكمهم بالإعدام. يعني هناك أيضاً مسألة متعلقة بنزاهة وحياد المحكمة، وهذا الأمر أيضاً يعني هناك العديد من التقارير التي شككت في نزاهة وحياد والظروف المحيطة في المحاكمات التي تتم والتي تنفذ أو تصدر فيها أحكام بالإعدام، لأن محكمة منحازة لأحد أطراف النزاع أو أحد أطراف يعني الاقتتال على أرض الواقع، هذا الأمر ينفي عنها صفة الحيدة والاستقلالية، وبالتالي فإن أهم ضمانة من ضمانات المحاكم العادلة وفقا للمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تكون قد انتفت. وهذه الحالة العديد من الانتهاكات التي ترتبت على يعني هذه الأحكام، وهناك منها ما يعني أو هناك ما ساهمت به الحكومة العراقية بشكل أساسي، بالإضافة طبعا إلى وجود قضاء يعني لم يتحرر الحقيقة بالدرجة الكافية التي تخول إيقاع عقوبة الإعدام بحق هؤلاء الأشخاص الذين يعني تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم الجمعة الماضية. طيب أستاذ إيناس، يعني القانون الدولي كيف ينظر إلى المحاكمات الموجزة المعتمدة بالأساس على المخبر السري؟ هذه النقطة تحديدا، المخبر السري، هل هناك يعني فقرة من فقرات القانون الدولي تدحض ما يتم يعني تنفيذه في العراق بالاعتماد على المخبر السري الذي ممكن أن يكون يعني بالوشاية أو نتيجة أحقاد عشائرية أو مشاكل معينة، بالتالي يتم الارتكاب على هؤلاء وتسليمهم إلى المشانق؟
نعم، يعني الأحكام القضائية إجمالاً تبنى على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين، وهذه قاعدة قانونية معروفة على مستوى العالم. لذلك فإن الركون إلى أدلة ضعيفة أو غير موثوقة وإصدار حكم خطير كالحكم بالإعدام على هؤلاء الأشخاص، هذا الأمر فعلياً يتنافى مع فكرة العدالة التي يقوم عليها القضاء. إن كان هناك شك ولو 1% لإثبات براءة الشخص، هذا يعني هذه النسبة الضئيلة يجب أخذها بعين الاعتبار من أجل تبرئة المتهم وليس إدانته بعقوبة خطيرة كعقوبة الإعدام التي يفقد فيها حياته فعليا والتي يعني تمنعه من الدفاع عن نفسه لاحقا، خاصة عندما نتحدث أيضا عن ممارسة قمنا أيضا برصدها كمرصد أورو متوسطي في يعني الحملة الأخيرة أو يعني المجموعة الأخيرة التي تم تنفيذ أحكام الإعدام بحقها، وهو أن القرارات قد صدرت قطعية ولم يسمح لهؤلاء الأشخاص أو ذويهم بتقديم استئنافات أو حتى يعني اعتراض على الأحكام. ردت جميع الاستئنافات من قبل دائرة الادعاء العام، وهذا الأمر أيضا ينفي صفة المحاكم العادلة التي من شأنها أن تعطي الحق للمتهم بالطعن في القرار الصادر بحقه إن كان هناك خلل في الإجراءات أو حتى نقص في الأدلة المقدمة أمام المحكمة. أستاذ حسين، ذكرت أن هذه تنفيذ أحكام الإعدام يأتي في إطار أو هي ازدواجية فيها في التعامل مع قضية المادة 4 إرهاب، ولكن يعني هل هذا يعني أن تنفيذ أحكام الإعدام على هذا النحو بشكل ممنهج ومستمر ربما يأتي إرضاء لجهات المتنفذة في العراق من وجهة نظرك؟ بالتأكيد، لأنه الحالة الطائفية أو التي أسست عليها العملية السياسية في العراق اللي بنيت بناء على تقليب مكونات على أخرى وخاصة في الحالة الطائفية، أعتقد والقضاء هو جزء من هذا المجتمع وتأثر بهذا المناخ السياسي تأثيرا طبيعيا. وأعتقد أنه أنا أتابع أنه كلما يكون هناك تصعيدا من قبل الميليشيات، يعني لاحظ تنفيذ حكم الإعدام الذي حصل قبل أيام كانت الميليشيات هي التي طالبت في تنفيذ هذا الحكم قبل الجهة القضائية وقبل وزارة العدل وقبل الحكومة وقبل كل شيء. فبالتالي وكأنما هي ردة فعل أو كأنما هي إرضاء لهذه الميليشيات، فإن هي الميليشيات الموجودة في العراق يحضرها الدستور العراقي وهي حالة خارج عن القانون. لاحظ أنه هذه هي الازدواجية وهذا هو التأثير في تنفيذ حكم الإعدام. لهذا نقول أنه القضية فيها يعني هي مسيسة وهي تستهدف مكونا بعينه وتستثني مكونات أخرى. هذا السبب الذي نتكلم عنه، نعم هناك تأثير على تنفيذ هذه الأحكام وخاصة على الحكومة العراقية. وزارة العدل تتأثر سلبا بما لا يمكن أنه تعتمد على ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي وما خارج المظاهرات وإلى آخره. أنا أعجب لمسؤول أمني كبير يتكلم يقول أنه نعاقب المعتقلات ننفذ أحكام الإعدام في المعتقلات العراقية. طيب يا أخي أنت مسؤول أمني، شلون تتكلم هذا كلام على مواقع التواصل الاجتماعي؟ كيف هذه ردة فعلك؟ هناك يجب أن تكون هناك محاكمات عادلة ونزيهة وشفافة والمتهم يأخذ حقه. هذا يثير التساؤل عن القضاء العراقي، إلى أي مدى ترى يعني أنه ربما البعض يصفه أنه مسيس، فبالتالي يعني عندما تطالب الميليشيات بإعدام المعتقلين في سجن الناصرية ويتبعه تصريح للعبادي وبالتالي يتم تنفيذ أحكام الإعدام، هذا يعني يطرح تساؤل ما مدى نزاهة القضاء العراقي؟ أنا أعتقد القضاء العراقي هي مؤسسة من مؤسسات الدولة العراقية وتتأثر بهذا المناخ اللي موجود. هناك الطائفية هي لها الغلبة في إدارة الدولة. اليوم الدولة العراقية بصورة عامة لا تدير شؤون البلد على أسس المواطنة بل على أسس الطائفة، وهناك من الدرجة الأولى طائفة، من الدرجة الأولى وهناك طائفة من الدرجة الثانية والثالثة وإلى آخره. فالقضاء العراقي واحدة من هذه المؤسسات التي تأثر سلبا في هذا المناخ السياسي وهذا المناخ الذي يعيشه العراقيين منذ 2003 إلى الآن. يعني لا غبار على عبارة أن كل يعني متهم بقتل العراقيين يعني من حق كل عراقي أن يأخذ حقه منه بإعدامه لكي يعني يتم تقويم المجتمع العراقي و
تنظيفه من أي إرهاب أو أي إرهابيين، ولكن هنا يعني بالمقابل على ذكر الإزدواجية، عمليات التفجير التي تحصل في مدينة الصدر، عمليات التفجير التي تحصل في بابل نتيجة يعني أكداس من العتاد موجودة في المناطق السكنية وغيرها، ألا تعتبر أيضا جريمة يحاسب عليها القانون لأن هناك أرواح من العراقيين تزهق؟ هذا الذي نقول، هناك ازدواجية في التعامل مع العراقيين عموما وخاصة في الجانب القانوني والقضائي وعلى رأس المادة 4 أرهاب. كيف تخزن معدات وأسلحة وقنابل في حسينية وهي دار للعبادة لمكون ما وتنفجر هذه وتقتل الأبرياء ولا نوجد أي محاكم؟ بل العكس. لهذا السبب نقول أنه الميليشيات هي نقيض للديمقراطية. من يدعي الديمقراطية ويريد أن ينشئ دولة ديمقراطية بحكم برلمان، نظام برلماني، عليه أن يتخلص من الميليشيات. من لم يتخلص من الميليشيات فما هي هذه الديمقراطية إلا يعني هي شماعة، وهي حقيقة تفسد الميليشيات والعمل الديمقراطي. هم نقيضان لبعضهم البعض، مثلما التكفير والتعددية نقيضان. لا يمكن لدولة أن تكون فيها ميليشيات ومن ثم تكون دولة ديمقراطية. أعتقد الحالة في العراق أسوأ بعد من هذا الحال، لأنه يراد للديمقراطية في العراق أن تتولى أمرها الميليشيات، وهذا حالة غريبة جدا وحالة شابة. فالإزدواجية نعم موجودة، التعامل مع المكونات العراقية على شكل مستويات، هذا من الدرجة الأولى هذا من الدرجة الثانية، هذه موجودة. والمناخ العراقي السياسي يتأثر أيضا القضاء العراقي بهذا المناخ السياسي. حقيقة ما نعانيه وعلى وجه الخصوص هو المكون العربي السني، ما عاناه كثيرا سواء من تعامل القضاء العراقي أو تعامل الجهات الأمنية والجهات السياسية. هناك مشروعا لإلغاء هذا المكون أو لتذويب هذا المكون، وهذا مكون أصيل من مكونات العراقية، لا يمكن إذابته ولا يمكن إلغائه ولا يمكن إقصائه مهما كان. من 2003 إلى الآن ممتلئ السجون بعشرات الآلاف من المعتقلين العرب السنة، مئات الآلاف بل ملايين من المهجرين. هناك أصبح الآن يقال أنه السني متهم، لأنه حتى في يعني نشر على مواقع التواصل يقول كنت سابقا سني والآن 4 أرهاب، يعني سابقا كان سني، يعني الآن ليس لا يوجد شيء. فبمعنى أنه المكون السني هو متهم وعليه أن يثبت براءته لأنه مكون المكون السني. هذا حقيقة هذا التعامل أخي هذا لا يبني وطن ولا يمكن أن يبني ديمقراطية. وأيضا أكرر وأقول الديمقراطية لا تبنى على يد الميليشيات إطلاقا ولا بأي تقنين، ولا يمكن أن يقبلها لا منطق ولا عقل ولا قانون. سأعود إليك مرة أخرى أستاذ حسين. أستاذ إيناس، يعني المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان طالما أصدرت التقارير تلو التقارير منذ احتلال العراق وحتى الآن، حكومات الاحتلال المتعاقبة ممارساتها، عمليات الإعدام، الكثير من الممارسات يعني أدت إلى تهجير الملايين، أدت إلى التغييب القسري، أدت إلى انتزاع اعترافات بالتعذيب، وبالتالي إصدار أحكام الإعدام على هذا النحو وعلى أسس كما تحدث الأستاذ حسين على أسس طائفية. المنظمات الدولية الآن يعني كيف تنظر إلى الواقع العراقي؟ هل فقط سيقتصر نشاطها على إصدار التقارير وكذلك إصدار المشاعر كالقلق وغيرها؟ نعم، يعني المنظمات الدولية أو المجتمع الدولي ككل الآن بما في حكومات يعني الحكومات التي يعني تدعي أنها يعني إنسانية وأنها من ضمن المجتمعات الإنسانية، يجب أو ملقى عليها العاتق الأكبر من أجل تحقيق السلم أولا في العراق. يتذرع العديد من يعني والعديد من الدول تتذرع بأن هناك ملفات أهم للتطرق لها، وخاصة عند الحديث عن جلسات مجلس حقوق الإنسان الدورية التي يتم فيها التطرق إلى مسائل مثل سوريا واليمن أو ملفات مثل سوريا واليمن وليبيا وغيرها. ولكن الملف العراقي أيضا ملف أيضا نراه مغيبا ولا يجد الاهتمام أو الصدى الكافي من أجل التصدي إلى الممارسات الحكومية بالدرجة الأولى. لأننا عندما نتحدث عن انتهاكات لحقوق الإنسان، نحن نتحدث ليس فقط عن ميليشيات مسلحة موجودة في العراق، ولكن أيضا
انتهاكات ممنهجة من قبل الحكومة، وهذا أيضا ما وجدناه، وهو الذي يأتي على يعني هيئة خلل في التشريع ابتداء، وهو الأمر الذي نراه بالدرجة الأولى في ملف الإعدامات في القانون الإرهاب، قانون الإرهاب الذي يعرف الإرهاب بمفاهيم ومصطلحات فضفاضة، ويجعل من يعني العديد من الأفعال تدخل ضمن نطاق الإرهاب وهي فعليا لا تندرج ضمنه. هذا من ناحية. أيضا على المستوى الإجرائي، وكما ذكرت لك، هناك يعني العديد من الإجراءات التي تمنع المتهمين من الطعن في القرارات الصادرة عن المحاكم، هذا الأمر الذي أيضا يعني يسلب منهم حق الدفاع عن أنفسهم. وأيضا هناك خلل على مستوى السياسات، لأن يعني هناك أيضا من قبل الحكومة ممارسات لتغطية أو للتستر على تلك الانتهاكات، مثل قيام يعني وهو ما ورد على لسان عضو مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق يعني العام الماضي، الذي قال بأن الحكومة العراقية قد منعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان من اللقاء بالمقرر الخاص للأمم المتحدة لشؤون الإعدام خارج نطاق القضاء، وأيضا يعني ضمن النطاق، من أجل أن يخبره عن واقع الإعدامات في العراق. هذا الأمر نراه تصرف تتستر فيها الحكومة على الممارسات التي تصدر باسمها. هل هناك إمكانية لتشكيل ربما هيئات من المحامين العرب لوضع حد لإيقاف هذه الإعدامات التي تنفذ في العراق على هذا النحو؟ هناك العديد من الجهود الفردية التي تبذلها ربما منظمات معنية بالإنسانية. نحن مثلا كمرصد أورو متوسطي، نحن نقوم بتلقي الشكاوى أو الانتهاكات التي تحصل في كافة الدول الموجودة في الشرق الأوسط، والتي من ضمنها العراق. هذه يعني القناة التي يصلنا منها كافة الانتهاكات. نتحرك ربما قضائيا بمساعدة أيضا بعض المنظمات الشريكة من أجل إنصاف المدنيين والضحايا قدر المستطاع، ولكن هل هناك ما يجبر أو يعني ما يجبر المجتمع الدولي بتشكيل هذه الهيئة من المحامين للدفاع عن هؤلاء الضحايا؟ لا يوجد. وأيضا هل هناك يعني من الحكومة العراقية، والأصل أن تكون هذه المبادرة من الحكومة العراقية، أن يتم تعيين محام لكل متهم لا يوجد له محامي أو ليس له مثلا القدرة المالية لتوكيل محامي؟ هذا الأمر أيضا غير موجود على الأرض وغير ممارس من قبل الحكومة العراقية. لذلك فنعم، حق الدفاع أيضا حق منقوص لدى المتهمين بجرائم الإرهاب، وهو أيضا الذي يعني راح ضحيته العديد جراء تنفيذ عقوبة الإعدام بحقهم دون أن يكون له محام أو من يدافع عنه أمام المحكمة. بالتأكيد هذه القضية هي قضية مهمة جدا، ولابد أن يكون هناك إجراء يعني موازي لما موجود في جميع فقرات القانون الدولي وغيرها لإيقاف عمليات الإعدامات هذه في العراق، ولكن سنتحدث عن مدى فعالية ذلك بعد فاصل قصير. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نكمل الحوار، كونوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، نسلط الضوء في هذه الحلقة على الإعدامات الأخيرة في العراق وتداعياتها. وبالعودة إليكم أستاذ حسين سبعاوي، تحدثت قبل قليل الأستاذة إيناس زايد عن ما يعني تقوم به المؤسسات الدولية وأيضا فقرات القانون الدولي التي تتعلق في الدفاع عن المتهمين ولهم الحق في الدفاع عن أنفسهم وغيرها من المسائل، ولكن الكثير من المؤسسات الدولية مثلما يصفها البعض أنها أصبحت الآن غير مؤثرة، المحاكم الدولية غير مؤثرة،
المحاكم الدولية لابد من تفعيل ما لها، وكأنها تمارس دورا صحفيا مقتصرا فقط على إصدار التقارير، على إبداء المشاعر. كل هذه المؤسسات التابعة للأمم المتحدة، يعني من وجهة نظرك يعني لماذا أصبحت غير مؤثرة؟ يعني بداية لماذا أصبحت غير مؤثرة؟ لأن هذه المؤسسات هي جزء من هذا النظام الدولي. هناك إرادة دولية لديمومة الفوضى الخلاقة التي دعتها أمريكا أو ضمن المشروع الأمريكي. هذه المؤسسات هي جزء من هذا النظام السياسي، بمعنى النظام السياسي الدولي اللي موجود هو الحائل ما بين هذه المؤسسات وما بين تحقيق العدالة وما بين تفعيل هذه المؤسسات. هذه المؤسسات كيف تتفعل إذا كان هناك النظام السياسي الدولي مفعلا ويريد لها تفعيلها؟ لأن هي جزء من هذا النظام. هناك غلط طرف عن الإعدامات وعن الإرهاب وعن الميليشيات وعن التكفير وعن هذه جميع هذه. هناك طبعا مشروع دولي، مشروع شرق أوسط جديد يراد له أن يتحقق. كيف يتحقق هذا؟ يتحقق من خلال فوضى خلاقة. الفوضى الخلاقة تتحقق من خلال وجود ميليشيات وموجود يقابله تكفير. هذا الأمر لا يمكن للمؤسسات الدولية أن تقوم بدورها ما لم يدعمها النظام السياسي الدولي، لأن هي منظمات. هذه المنظمات تابعة لهذا النظام، فهي جزء من هذا النظام. هذا واحد. ثانيا، لا يوجد دولة أو نظام من دول العالم الثالث يستطيع أن يظلم شعبه وأن يؤذي شعبه وينفذ هذه أحكام إعدام لو لم يكن هناك إسنادا من نظام الدولة العالمي. لا يمكن ولا يستطيع، ولكن هناك إرادة دولية وهناك دعم للطغاة لهؤلاء لتنفيذ هذه الأحكام، فبالتالي لابد أن يكون هناك ضعف في أداء المنظمات الدولية وضعف في منظمات حقوق الإنسان وضعف حتى سواء المحلية أو الدولية. لاحظ اليوم مثل ما تفضلت أنه أغلب هذه المنظمات تكتفي فقط بالبيانات الصحفية، أصبح ليس لها تأثيراً وليس لها أي فاعلية على الأرض. سابقاً أنا أذكر في السبعينات في الثمانينات كانت لو تصدر بياناً واحداً ممكن يعني تحدث ضجة لهذا النظام وترعبه. الآن لا يبالي بهذا الأمر. أحكام الإعدام في العالم العربي منتشرة، الظلم موجود، الاضطهاد موجود، تشكيل الميليشيات موجود، كل هذا لا يضر لأن هناك إرادة دولية لهذا الحدث الكبير الذي يتناسب مع المشروع الدولي الكبير الذي هو الشرق الأوسط الجديد. كل هذا يأتي نتيجة غياب الإرادة الدولية. هناك إرادة تريد أن تستمر هذه الفوضى، وهناك أنظمة سياسية في الدول العالم الثالث مدعومة من قبل أيضا من هذا النظام طبعا، فبالتالي تنتج هذا الأمر. نقطة أخرى أيضا، ثق أنه كل الطغاة هم حلفاء للغلاة، يعني الغلاة والطغاة هم حلفاء بعضهم البعض سواء علم أم لم يعلم، لأنه كلاهما يسيران في تحقيق هدف واحد وهو ظلم الشعوب. لابد أنه يعني أمام يعني لتبرير فعل الطاغية ولتبرير الظلم لابد أن وجود هناك حفنة من الغلاة لتبرير كل هذا الفعل. فهم حليفان حتى لو اختصموا، حتى لو ادعوا أنهم مختصمون لكنهم حلفاء. فأعتقد هذه الفوضى اللي موجودة في العراق هناك إرادة دولية لهذا الفعل، وعدم تفعيل المنظمات الدولية هو أيضا هي هذه المنظمات جزء من هذا النظام الدولي الذي يريد نشر الفوضى الخلاقة، ولا يمكن أن تنتشر الفوضى الخلاقة بوجود المنظمات التي تعارضها. أستاذ إيناس، أين حقوق الإنسان في ظل إرادة دولية لديمومة الفوضى الخلاقة؟ نعم، يعني اولا حقوق الانسان في العراق يعني تاخذ او انتهاكات حقوق الانسان في العراق تاخذ عده مناحي، احدها فقط ملف الاعدامات. هناك العديد من انتهاكات حقوق الانسان في العراق، ومنها الذي يصنف بانه خطير وخطير جدا. ايضا كنا نامل بان يتم اتخاذ خطوات داخليا قبل ان يتم اتخاذ أي خطوة خارجية، وقبل أيضا أو يعني وعدم الاكتفاء فقط بالتعبير عن القلق ويعني إدانة ما يقوم به ما تقوم به الميليشيات أو تقوم به الحكومة العراقية داخل العراق من انتهاكات. لذلك يعني هناك العديد من الأمور التي لابد من معالجتها ولابد من وقوف المجتمع الدولي ككل في وجهها. نحن من خلال التقارير التي نصدرها نشدد ونؤكد دائما بأن على المجتمع الدولي التحرك من أجل إنهاء هذه المآسي، لأنه إن لم يتم اتخاذ خطوات لحل هذه الانتهاكات أو لإنهاء هذه الانتهاكات فإنها ستنقلب وبالا
على المجتمع الدولي ككل، لأن ذلك سيؤدي إلى نشوء أجيال تفتقر إلى العلم وتفتقر إلى أيضا أدنى مقومات الحياة الكريمة والأساسية التي ستنتج جيلا كاملا من شأنه أن يكون جيلا قابلا للتطرف وقابلا أيضا للإرهاب، الذي الآن يدعي الكافة أو يدعي الجميع بأنهم يقاومونه وأيضا يقضون عليه من خلال الإعدامات. لذلك لابد من وقفة جادة للمجتمع الدولي في وجه هذه الانتهاكات حتى لا يكون هناك نتائج أكبر ونتائج أخطر أيضا على كل المجتمع الدولي في المستقبل. أستاذ حسين سبعاوي، يعني لطالما استخدمت الورقة الطائفية دائما لديمومة العملية السياسية، وكانت ممارسات حكومات ما بعد الاحتلال خير دليل مثلما يرى محللون على ما وصل إليه العراق من فوضى ومن دمار ومن حروب واقتتال طائفي ومن سرقة للمال العام واستثمار جميع ميزانيات الدولة أو هدر جميع أموال العراقيين في تجهيز ميليشيات وفي حتى أنها يتم تجهيزها حتى خارج العراق، وبالتالي العراق مدمر يعاني من فوضى في كل مناحي الحياة. نتحدث يعني تركيزا على موضوع الجانب الاجتماعي، يعني هنا هذه الممارسات الحكومية أو التي تتم بتأثير جهات متنفذة مثل ما تفضلتم كالميليشيات وغيرها، ما تداعياتها على المجتمع العراقي؟ حقيقة هذه تداعياتها فتت اللحمة العراقية وفتت المجتمع العراقي، واليوم المجتمع العراقي منقسم انقسام حاد جدا. الطائفة والطائفية موجودة في كل العالم، دول متعددة المكونات والمذاهب وإلى آخره، لكن أن تدار الدولة بأسلوب طائفي ولطائفة واحدة هذا ما لا يمكن ديمومته وهذا لا يمكن قبوله. الإرهاب حتى إذا أردت نهاية الإرهاب ونهاية الظلم في العراق، حقيقة نهاية الإرهاب هو في نشر العدل، لأنه بنشر العدل هو نهاية للإرهاب ونهاية لكل أعمال العنف ونهاية لتفتيت المجتمع العراقي، بل هو وحدة المجتمع لأنها تعتمد على أسس المواطنة مع جميع مكونات المجتمع العراقي. فإذا الاستبداد هو الابن الشرعي للإرهاب، الاستبداد هو الابن الشرعي، أينما تجد طاغية تجد هناك عمل إرهاب، أينما تجد طائفية تجد هناك ميليشيات. هذا العملية التي قاعد تدار بها هي أس المشكلة. إحنا ما قاعد نأتي إلى أس المشكلة ونحلها، قاعد نأتي إلى الأفرع من هذه الأس ونحاول نعالجها. لا يمكن تريد تبني دولة ديمقراطية أسرى العدل، تريد تتخلص من الإرهاب أحكم بالعدل، ادرأ الحدود بالشبهات. من الذي على عاتقه؟ هذا نص قانوني شرعي يعني نبوي. ادرأ الحدود بالشبهات، انت لا يمكن ان تبحث على المكون في سبيل تدينه في سبيل تحكم، لا يمكن. ادرأ الحدود بالشبهات، هذه قاعدة شرعية قضائية قانونية اليوم غير موجودة. انت اليوم تبحث على المستهدف سواء من اجل اسمه، من اجل جغرافيته، من اجل مذهبه، من اجل دينه، كل هذا. ولكن لماذا لم نسمع بانه تم محاكمة المتسببين بدخول داعش الى العراق والمتسببين بدخول الارهابيين الى العراق؟ لم نسمع يوما ما انه تم تسليمهم الى القضاء العراقي وتم اعدامهم، بينما يتم لانه كان هؤلاء هم على راس السلطه والحكم ولا تحاسب نفسها ولا يوجد رقابه عليها. ولهذا السبب طالبنا كثيرا انه ادخال داعش الى المدن وتحديدا المدن السنيه يجب ان يحاسب المسؤول على الملف الامني انذاك. كيف هذه الفرق تنسحب وتترك المدن تعاني ما تعاني من هذا الإرهاب، ومن ثم تأتي لتحارب هذه المدينة باعتبارها حاضنة؟ يا سيدي هناك نصوص يعني وهناك أعراف دولية. اليوم الدولة المحتلة الشعوب غير لا تحاسب على القوانين المحلية التي يفرضها المحتل. لو فرضنا داعش محتلة وهي كذلك احتلت البلد نتيجة تقصير من الحكومة العراقية، فرضت قوانين على هذه المنطقة الجغرافية، هي فرضت قوانين، طيب هل الشعب عندما يتعامل مع هذه القوانين المفروضة عليه من قبل هذه الجهة اللي احتلت هذا البلد يحاسب؟ لا يوجد نص قانوني يحاسبه. أين الجيش؟ لا سيدي، الجيش انسحب وتحمل مسؤوليته. اليوم استلمت داعش المدينة وفرضت قوانين على هذه المدينة، مثل ما اعتبر خلنا نخرج من داعش، فرنسا جاءت واحتلت مدينة ما، طيب هذه المدينة
وهذا سكان هذه المدينة هم لا يحاسبون على القوانين المحلية تفرضها المحتل عليهم. طيب لو نقول داعش هي جهة محتلة لهذه المدينة، أنت كيف تحاسب شعب على قوانين فرضتها الجهة المحتلة لهذا البلد؟ هذا لا يمكن. ولهذا السبب أنت كيف تشيطن المكون السني والعرب السنة أنه تقول لماذا تعاملتم؟ أنا لم أتعامل، هذه مدينة أنتم تركتوها وسلمتوها لهذا. إدارة الدولة على هذا النحو هناك تداعيات أسس المواطنة، هناك تداعيات لها خطيرة. نعم يعني تفتيت المجتمع العراقي يا سيدي، اليوم المجتمع العراقي هو نعم متكون من عدة مذاهب ولغات وعرقيات، حتى جغرافيا العراق مختلفة، شمالي يختلف عن جنوبه، كل شيء في العراق هو مختلف. إن لم تكن هناك إدارة الدولة على أسس المواطنة سيبقى العراق في صراع دائم ومشاحنات ويحترق بعضه وبعضا من الداخل. لكن نقول أنه هذا يتحمل مسؤولية الاحتلال الأمريكي الذي جاء إلى العراق وعين هذه الإدارة التي تدير البلد على أسس الطائفة، الاحتلال الأمريكي هو المسؤول الأول، ومن ثم النفوذ الإيراني الذي دخل إلى العراق. والغريب هنا أنه المشروع الأمريكي الليبرالي تزاوج وانسجم مع المشروع الطائفي الفارسي في البلدان العربية، هناك تزاوج للمشروع، يعني ليس فقط تجاوز مرحلة التنسيق وتجاوزنا مرحلة التكتيك، وصلنا إلى مرحلة التزاوج، تزاوج المشروع الليبرالي الأمريكي مع المشروع الفارسي الطائفي الإيراني على المنطقة العربية، وهذا ما فتت المنطقة كاملا وأضاعت لدينا مدن وعواصم ودول، والموضوع مستمر. إما لابد أن يكون هناك مشروع لمواجهة هذه الليبرالية المتوحشة وهذه الطائفية المقيتة. من أهداف هذا المشروع أيضا يعني أهداف التغيير الديموغرافي، إحلال مكون مكان مكون، وإحلال يعني أناس مكان أناس آخرين ضمن المساحة الجغرافية المحددة. سادة إيناس زايد، يعني عمليات التوثيق التي تقومون بها في هذا الإطار، ولا سيما عمليات الإعدام الأخيرة والكثير من الأهداف التي اندرجت ضمنها بحسب ما يرى محللون، من ضمنها أنها تهدف إلى التغيير الديموغرافي، هل من يعني أساليب جديدة يعني اتبعتموها في هذا الإطار؟ يعني أولا يعني مجموعة الأشخاص الذين تم إعدامهم مؤخرا يوم الجمعة، تم إعدامهم بناء على مطالبات من جماعات تنتمي إلى أو يعني تنسب إلى ميليشيا الحشد الشعبي، وكان هناك مطالبات منهم بتنفيذ هذه الإعدامات من أجل التقليل من التفجيرات التي يعني تحدث في العراق، وخاصة مثلا التفجير الذي تم في منطقة الصدر. هذا الأمر أولا يبين ويشير بوضوح إلى أن الحكومة العراقية تسمع من طرف موجود في المجتمع العراقي ولا تأخذ بعين الاعتبار الأطراف الأخرى. بالإضافة إلى ذلك ويعني بجانب ملف الإعدامات، هناك ملف النازحين، وهو أمر أيضا يشير بوضوح إلى أن الحكومة تنتهج سياسة التغيير الديموغرافي على الأرض بمنع بعض الأشخاص من العودة إلى مناطقهم على الرغم من انتهاء النزاع المسلح هناك، وإجبار نازحين آخرين على العودة إلى المناطق التي نزحوا منها على الرغم من أن تلك المناطق ما زالت خطرة وما زالت تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الكريمة وإلى أيضا المقومات الحياة الأساسية كالبنى التحتية والماء والكهرباء وما إلى ذلك. لذلك فإن يعني عمليات الرصد التي قمنا بها ووثقناها إن تمت قراءتها سياسيا، نجد بأن هناك فعليا عمليات أو أفعال ممنهجة تنتهجها الحكومة العراقية على كافة الأصعدة من شأنها ربما إحداث تغيير ديموغرافي، ولكن هذا الأمر أيضا يعني مخالف للقانون الدولي الإنساني، لأن عندما نتحدث عن تغيير ديموغرافي فهذا يعني تمييز بين الأشخاص بناء على طائفة، وهذا التمييز غير مقبول وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وهو أيضا يشير إلى تحيز وانحياز لطائفة معينة أو لفئة معينة على حساب الأخرى. لذلك فنعم يعني إن ثبت ذلك الأمر على الوجه القاطع فأيضا يجب التحرك من أجل إنهائه ومن أجل ثني الحكومة العراقية للمضي قدما به، لأن نتائجه ستكون كارثية على المجتمع العراقي ككل. أستاذ حسين، ثمة يعني
مصلحة دولية من خلال ما ذكرتم، هناك إرادة دولية لديمومة الفوضى الخلاقة. ترى يعني ما الموقف الأمريكي مما يجري في العراق؟ وكانت تتحدث أمريكا عن بلد ديمقراطي تم نقل الديمقراطية إليه، وأنه سيكون نموذجا يحتذى به في العالم. هذا هو النموذج الذي يتحدث عنه الأمريكيون؟ الأمريكيين لا يصدرون الديمقراطية. نعم الديمقراطية موجودة في أمريكا نفسها، ولكن لا يصدرون الديمقراطية، ومن مبادئهم أنهم لا يصدرون الديمقراطية ولا يقبلون بنشر الديمقراطية. بل جميع الحكومات المنتخبة عربيا هم شجعوا على الانقلاب عليه، وجميع الحكومات الوطنية هم قاموا باحتلال هذه البلدان. وبالتالي الأمريكان هم المسؤولين وفق القانون الدولي وفق الأعراف الدولية، أنهم الأمريكان كدولة محتلة مسؤولة على كل ما جرى في العراق. أما تصدير الديمقراطية فأجزم أنه الأمريكان غير معنيين بتصدير الديمقراطية على الإطلاق، رغم أنه دولتهم كإدارة دولة داخل الولايات المتحدة نعم هناك أسلوب ديمقراطي إدارة دولتهم، ولكنهم لا يصدرون الديمقراطية على الإطلاق، بل على العكس يحاربون الديمقراطية في البلدان الأخرى. ومثال ذلك موجود معروف، أنه قاموا بتشجيع الانقلابات على الحكومات المنتخبة. اليوم أي حركات التحرر العربي اللي موجودة سواء في سوريا في اليمن كذا، من الذي يدعمها؟ من الذي حافظ على هذه الأنظمة على هؤلاء الطغاة؟ هي الولايات المتحدة. وإلا كان من زمان سقطت هذه الأنظمة الوظيفية لولا حماية الدولية وعلى رأس الولايات المتحدة. فكيف ستصدر الديمقراطية؟ على العكس هي مسؤولة على كل ما جرى من ظلم وتهجير وقتل للعراقيين، وعلى كل ما جرى من تدمير بنية تحتية وتدمير يعني جميع المجتمع العراقي سواء على مستوى الموارد البشرية أو على الموارد المالية، هي تتحمل مسؤوليته، فهي غير معنية بتصدير الديمقراطية على الإطلاق. البعض يرى بأن العراق يعني لا يراد له أن ينهض، ولكن الآن وصل العراق إلى نقطة يعني ربما هي في القعر الآن، يعني في منحدر سحيق، البنى التحتية مدمرة، البلد منهك اقتصاديا بل ومديون، ميزانيات مليارية بمئات المليارات ذهبت هدرا. ما النقطة التي يراد العراق أن يصل إليها؟ حقيقة ما يراد العراق أن يصل عليه هو التفتيت والتشتيت والتمزيق. كنا نتكلم عن فيدرالية، الآن نتكلم عن كانتونات، لأنه لا يمكن أن تكون هناك يعني إسرائيل الكبرى بدولة موحدة اسمها العراق، لا يمكن أن يكون هناك شرق أوسط كبير أو جديد بدولة موحدة اسمها العراق، لا يمكن أن يدخل المشروع الإيراني إلى العالم العربي بدولة موحدة اسمها العراق وبحكومة وطنية. هذه كلها لا يمكن. فما يراد العراق أنه أن يتحول من دولة موحدة إلى مجموعة كانتونات تتصارع مع بعضها البعض، ينتشر فيها المرض والفساد والطائفية والتكفير والتهجير. يعني هل تتوقع أن يتم يعني أيضا اعتقال المزيد على أساس طائفي، وبالتالي تقديمهم قرابين مستقبلية لأي عمليات ربما تحصل في العراق، لأي تدخل مفتعل أمني في العراق؟ يعني هل سيستمر نزيف الدم هكذا من وجهة نظرك؟ هل هناك ستكون أيضا عمليات إعدام مستقبلية؟ أنا أعتقد النزيف سيستمر والإعدامات ستستمر وبزيادة وبكثافة أكثر، لأنه نحن مقبلين على هذا، أنه لا يوجد في الوقت القريب على الأقل نتكلم أنه لا توجد بوادر للإصلاح. الطائفية السياسية هي التي تحكم البلد. حقيقة غياب التوازنات وغياب التوازن ما بين مكونات المجتمع العراقي وغياب التوازن في مؤسسات الدولة العراقية، إضافة للدعم الدولي، أكد الدعم الدولي، إضافة للدعم الإيراني، أعتقد نحن مقبلين على زيادة في التهجير، زيادة في القتل، استمرار في الإعدامات، كل هذا. ولكن هذا ليس معناه هو نهاية المطاف، لابد أن تتغير هذه الأمور، لابد أن هناك تحدث متغيرات دولية تستطيع أن تفرض نفسها وتغير من الحالة العراقية. الآن هناك شبه يغض الطرف عن ما يجري في العراق، هذا أعتقد لن يستمر، ولكن على الحكومة العراقية أو على المجتمع العراقي عموما أن يعالج نفسه من الداخل خيرا من أن يأتيها العلاج من الخارج، وهم يعلمون أنه ولكن للأسف أنه الحالة العراقية كلما كان نفوذا إيراني داخل العراق لن يكون الحل، وصعب الحل أن يكون من الداخل، سيأتي الحل من الخارج، وهذا على الحكومة العراقية أن تدركه، وعلى المجتمع العراقي أن يدرك أنه الحلول التي تأتي من الخارج هي تفرض وليس يؤخذ رأي أحد بها. هل من حلول أخرى أستاذة إيناس زايد لا تأتي من الخارج لنشر الحل في العراق، لوضع الحل في العراق وإيقاف هذه الانتهاكات؟
نعم، يعني اولا على الحكومه العراقيه ان تدرك بان يعني ما يحدث الان هو جرائم بحق الانسانيه. تلك الجرائم لابد ان يتم المحاسبة عليها، خاصة عندما نتحدث عن جرائم ضد الإنسانية فهي لا تسقط بالتقادم. لذلك فإن كل شخص متورط سيكون مسؤولا سواء الآن أو مستقبلا عن هذه الانتهاكات. هذا الأمر لابد لكل مسؤول عراقي أن يكون يعني يستحضر، أن يستحضر هذه الفكرة بذهنه، لأنه ومهما يعني طال الظلم وطال الانتهاك فلا بد للعدالة أن يتم إحقاقها، ولا بد للضحايا أن يتم إنصافهم. هذا من ناحية. من ناحية أخرى هناك خطوات، نعم، على الصعيد الدولي، التوثيقات أو الأدلة التي يتم جمعها الآن على أرض العراق بكافة الملفات وبكافة الانتهاكات، هذه من شأنها أن تقدم لاحقا إلى محكمة الجنائية الدولية، إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، حتى يتصدى بنفسه لفتح الملف العراقي وفتح الملف الإنساني العراقي من أجل محاسبة كافة الأشخاص. هذا الأمر أيضا يتطلب دعما من المجتمع الدولي وبخاصة مجلس حقوق الإنسان، الذراع الإنساني للأمم المتحدة، والذي هو معني بأيضا رصد وتوثيق ودراسة حالة حقوق الإنسان في العراق. هناك تقارير دورية شاملة تقدمها العراق من أجل إثبات أو برهنة التزامها بحالة حقوق الإنسان. هذه التقارير يجب أن تدرس جيدا وأن يتم التثبت منها قبل إخراج التوصيات أو إعطاء التوصيات إلى الحكومة العراقية كذلك. لذلك فنعم، هناك العديد من الخطوات التي من الممكن اتخاذها من أجل إنهاء هذه الانتهاكات، ولا بد من اتخاذها فعليا حتى يعني لا نكون شركاء في اضطهاد الإنسانية وفي هذه الانتهاكات ككل. شكرا لك أستاذة إيناس زايد، المستشارة القانونية في المركز الأورو متوسطي لحقوق الإنسان، كنت معنا عبر سكايب من عمان. شكرا جزيلا لك، وأيضا أشكرك شكرا جزيلا أستاذ حسين سبعاوي الكاتب المحلل السياسي لوجودك معنا في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، تقبلوا مني في الختام أطيب تحية، وإلى اللقاء.